بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 106. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول في نهاية رسالتها: أختكم في الله قاف ميم عين. أختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: بعض الناس يقوم الليل لصلاة التهجد في الثلث الأخير من الليل، وغالبا قبل الفجر بساعة على الأقل، ثم يظل إلى الفجر ويصلي بعد ذلك الفجر ثم ينام، وبطبيعة الحال لا يستطيع أن يستمر مستيقظا إلى طلوع الشمس. فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ وهل من الأفضل أن ينتظر الإنسان بعد الفجر إلى طلوع الشمس فيذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة ويقرأ القرآن؟ وجهونا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الواجب على كل مسلم هو أن يقوم لصلاة الفجر، وأن يؤديها الرجل مع الجماعة في المسجد، والمرأة تصليها في بيتها في الوقت إذا طلع الفجر. هذا هو الواجب، ويتأكد أن يصلي قبلها ركعتين الراتبة. وأما القيام قبل صلاة الفجر فهذا من أفضل المستحبات ومن آكد النوافل صلاة الليل. إذا وفق مع صلاة الفجر في وقتها ومع الجماعة وفق لأن قام أيضا قبلها من الليل، فهذا نور على نور وزيادة خير، فيصلي ما تيسر له من صلاة الليل ويختم صلاته بالوتر ويحضر وقت السحر الذي قال الله تعالى في وصف المحسنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون، قال سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار. يكون له حظ من هذا، وأيضا يدرك النزول الإلهي سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. هذه فرصة عظيمة وباب يفتحه الله لعباده بكل ليلة في هذا الوقت المبارك. ونزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا كما يليق بجلاله، لأن الملك كله له سبحانه وتعالى، وهو قادر على كل شيء. لا دخل لنا ببيان كيفية نزول الإله جل وعلا، ليس كنزول المخلوق، وإنما هو نزول الخالق سبحانه وتعالى. وإذا استمر بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس يذكر الله سبحانه وتعالى وهو جالس في مصلاه، هذا أيضا إضافة عظيمة إلى ما عنده من الطاعة ومن العبادة. أضاف إليها أنه جلس في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس وترتفع في رمح، يصلي ركعتين ثم ينصرف إلى بيته أو إلى عمله، فهذه زيادة خير قبل الفجر وقبل صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر. صارت هذه العبادة العظيمة مسبوقة بطاعة وأيضا بعدها طاعة، يجمع خيرات كثيرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا تسأل أختنا فتقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة وحدها من بلد إلى آخر، مع العلم أن هناك من محارمها من يودعها ويستمر معها في المطار الذي ستسافر منه إلى أن تركب الطائرة، وأيضا هناك من سيستقبلها من محارمها في المطار الذي ستنزل فيه، جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة كثر السؤال عنها واشتبهت على كثير من الناس، وهي أن المرأة تسافر بالطائرة ووليها يسلمها للطائرة ووليها الآخر يستلمها في مطار البلد الذي تقدم إليه، وظنوا أن هذا يغني عن المحرم، وهذا خطأ
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين يعني على الراحلة إلا مع ذي محرم، وهذا عام بكل سفر سواء كان على الطائرة أو على السيارة أو على الدابة أو على الأقدام، كله يسمى سفرا، فلا يجوز للمرأة أن تسافر وحدها لا في طائرة ولا في غيرها. وأيضا تعليلهم بأن وليها يستقبلها في المطار، من يضمن هذا؟ من يضمن أن الطائرة تغير اتجاهها بسبب أو بآخر؟ وكثيرا ما يحصل هذا أن الطائرة يعترضها من يعترضها فتغير رحلتها إلى بلد آخر، فمن الذي يستقبلها في البلد الآخر؟ وماذا يكون حال المرأة في هذه الحالة؟ فهذا غير مضمون، قولهم أنه يستقبلها في المطار غير مضمون، بل الأغلب أنه لا يتوقع أن الطائرة يعتريها ما يعتريها وتغير اتجاهها إلى بلد آخر، فماذا تكون حال المرأة إذا نزلت في بلاد غربة وليس لها من يستقبلها وهي عرضة للفتنة وامرأة ضعيفة؟ فهذا الأمر يؤخذ على البال وتزول هذه الشبهة، وهي أن وليها يستقبلها في المطار، هذه تستبعد نهائيا لأنه كلام غير منضبط وغير مأمون وغير متوفر في الغالب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة مطولة بعض الشيء من إحدى الأخوات المستمعات، وصفت نفسها بقولها الحائرة حديد. أختنا تصف حالة لها مع أخت لها، إذ أنهن دائما في شجار وفي تقاطع، ثم يتصالحن ويعودن إلى المشاجرة والغضب والتقاطع مرة أخرى لسبب أو لآخر، وترجو من فضيلة الشيخ صالح التوجيه جزاكم الله خيرا. التوجيه بالصبر، الصبر على ما يلقى الإنسان من الناس، خصوصا المرأة مع جارتها أو مع غيرها من النساء من أحمائها من حمواتها وغير ذلك، فالصبر والتسامح مع الناس والعفو عنهم كل ذلك من أسباب الراحة، وحسن الخلق أيضا أن تحسن أخلاقها، وفي الغالب أن الإنسان إذا حسن خلقه مع الناس أنه يسلم من شره، قال الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، قال سبحانه وتعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لا تسعون الناس بأرزاقكم وإنما تسعونهم بحسن الخلق وطلاقة الوجه، قال صلى الله عليه وسلم أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، بحسن الخلق يستطيع الإنسان أن يتغلب على مشاكل الناس ويتغلب على الصعاب ويجعل الأعداء أصدقاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم ميم ميم، يقول أعمل مع عدد من العمال ونأكل ونشرب سوا، إلا أن بعضهم يصلي بعض الفروض وبعض الفروض يتركها وبعضهم لا يصلي نهائيا، فكيف توجهونني جزاكم الله خيرا؟ أولا نوجهك بأن تترك العمل مع أمثال هؤلاء، لأن مجالستهم والاختلاط بهم خطر عليهم، إلا إذا كان اختلاطك بهم مصلحة دينية لأن تنكر عليهم وتدعوهم إلى الله عز وجل ترغبهم في الخير، إذا كان في اختلاطك معهم وعملك معهم مصلحة دينية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل فهذا أمر مستحسن، أما الجلوس معهم من غير دعوة لهم ومن غير إنكار عليهم فهذا فيه خطورة عليك، لأنهم ربما يؤثرون عليك، والمجالس يؤثر على جليسه والمصاحب يؤثر على صاحبه، فعليك بالابتعاد عن هؤلاء إلا إذا كنت تقوم بدعوتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. أما مجرد الأكل معهم والشرب معهم فهذا أمر مباح لا بأس به، ما لم يكن هذا الأكل أو هذا الشرب يشتمل على شيء محرم، لكن تبقى الصحبة والمجالسة هي التي فيها، أما تناول الأكل الأكل في حد ذاته مباح ما لم أو الشرب ما لم يشتمل على شيء محرم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الزواج قسمة ونصيب أم اختيار؟ كلا الأمرين، أولا الإنسان أنه يبذل الأسباب في الاختيار ويتحرى في الاختيار
وهو أيضا قسمة ونصيب من الله سبحانه وتعالى، أنه لا يكون شيء إلا بقضاء الله وقدره، لكن الله أمرنا باتخاذ الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. والغالب أن الذي يعمل الأسباب المباحة أنه يوفق للخير، وأن الذي يهمل الأسباب أنه يقع في المحذور. فالزواج يكون مسبوقا باختيار وحسن متابعة للزوجين، كل منهم يتحرى الزوج الصالح، يسأل عنه ويتحرى عن أخلاقه وعن أمانته وعن دينه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. والقضاء والقدر بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا فعل العبد الأسباب فإنه حري أن يوفق، وإذا أهمل الأسباب فهو حري أن يخذل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من دولة قطر، باعث الرسالة المستمع ميم عين عين يسأل فيقول: ما هو الدعاء المستحب الذي كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم عند رؤيته لهلال شهر رمضان؟ جزاكم الله خيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شهر الهلال رمضان أو غيره من الأهلة يدعو ويقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد. كان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء عند رؤية الهلال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من جدة، وباعثها المستمع خا عين غين يسأل عددا من الأسئلة. في أحدها يقول: كيف يكون التكبير عند الحجر الأسود؟ هل هو ثلاث أم واحدة؟ جزاكم الله خيرا. إذا حال الحجر الأسود وهو يطوف أو في بداية الطواف، فإن تيسر له أن يستلمه، إن تيسر له أن يقبله ويستلمه بيده ويقول الله أكبر، فهذا أمر مستحب. وإن لم يتيسر له تقبيله فإنه يستلمه بيده، بمعنى أنه يمسحه بيده ويقبل يده. فإن لم يتيسر له هذا ولا ذاك بسبب الزحمة، لا التقبيل ولا الاستلام، فإنه إذا حاذاه يكبر مرة واحدة، وإذا كرر فلا بأس، إذا كرر التكبير فلا بأس. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. ويشير إليه بيده ويكبر. جزاكم الله خيرا. ماذا أفعل إذا حاديت الركن اليماني من قريب أو إذا كنت بعيدا عنه؟ هل هناك تكبير؟ لا، الركن اليماني إذا تيسر أنه يستلمه ويكبر فهذا مستحب، وإن لم يتيسر أو تركه فهذا لا بأس به، لأن استلام الركن اليماني مستحب وليس بواجب، فإن استلمه ففيه زيادة ثواب، وإن لم يستلمه إنه لا ينقص من طوافه. أما الإشارة إليه من بعد والتكبير هذا لا يشرع على الصحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في نهاية الشوط السابع في السعي، هل من المفروض قبل أن أخرج أن أقرأ ما قرأته في بداية الشوط أم أخرج مباشرة من المسعى دون أي ذكر؟ وهل علي أن أصعد إلى نهاية المروة في الشوط السابع أم أخرج من الباب، لأن الباب قبل نهاية المروة بقليل؟ الواجب استكمال ما بين الصفا والمروة بحيث لا يترك منه شيئا. أما الصعود على الصفا والمروة فإنه سنة، إذا تيسر فهو سنة، وإن تركه فلا حرج عليه. وأما الذكر فيستحب أن يذكر الله على الصفا وأن يذكره على المروة بمثل ما ذكر على الصفا، ويكرر هذا كل ما صعد الصفا والمروة أثناء السعي. وفي الشوط الأخير يستحب أن يرقى على المروة ويقول الدعاء الذي قاله في بداية الشوط ليختم به. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للعاجل الذي هو على عربية، هل يلزمه أن يصعد الصفا والمروة أيضا؟ صعود الصفا والمروة هذا ليس بواجب، لا على العاجز ولا على المستطيع، إنما هو سنة. إذا استوفى ما بينهما كفاه ذلك. والعربانة أو العربية مجعول لها نظام، مجعول لها نظام يستغرق المطلوب، بل المستحب أيضا لأنها تصعد قليلا. جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل هذا المستمع سؤال قريب من سؤال سابق شيخ صالح، فيقول: هل يجوز لي أن أكل مع أشخاص لا يصلون أو أن أسكن في شقة معهم، مع العلم أن لكل واحد غرفة في الشقة، ومع العلم أننا في سكن جامع لكثير من الناس؟ جزاكم الله خيرا. مخالطة العصاة لا تجوز إلا على وجه الدعوة لهم والإنكار عليهم، أما مجالستهم ومخالطتهم مع السكوت
عن ما هم عليه من كفر ومعصية، لأن ترك الصلاة تعمدا كفرا بالله عز وجل. هذا أمر لا يجوز للمسلم أن يجلس معهم أو أن يسكن معهم، عليك أن تلتمس عملا آخر ومكانا آخر بعيدا عنه. جزاكم الله خيرا. من بريدة رسالة بعثت بها أحد الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أم عبد الله. أم عبد الله تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل يجوز أن أصوم بدون أكل وشرب، سواء كان الصيام صيام تطوع أو فرض؟ جزاكم الله خيرا. الأكل والشرب يقوي على الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب السحور وأكلة السحور، سماه الغداء المبارك، لأنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وذلك لأنه يقصد به الاستعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي ترك السحور أو ترك الإفطار وترك الأكل في الصيام، لأن هذا يضعف البدن، وفي الأكل والشرب تقوية. الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. فالأكل والشرب لمن يريد الصيام في السحور وفي العشاء وفي الفطور هذا أمر مستحب، لأنه يعين على طاعة الله. وأما ترك الأكل والشرب مع وجودهما وتقبل النفس لهما فهذا غير مرغب فيه. أما إذا كان يترك الأكل والشرب من أجل المرض فهذا معذور، مع أن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض بأن يفطر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل فضيلتكم شيخ صالح عن كتاب فقه السنة، وهل جميع الأحكام الفقهية فيه صحيحة؟ كتاب فقه السنة كتاب عصري جمع فيه مؤلفه من أقوال الفقهاء ومن الأدلة من كتاب السنة الشيخ الكثير، ولا يخلو من نظر في الأحكام التي ذكرها فيه. قد يكون فيها ما هو خطأ أو فتاوى فيها نظر، فتاوى عصرية بالذات فيها نظر، كذلك فيها حديث محل نظر أيضا في ثبوتها. قد تعقبه الشيخ الألباني في كتاب سماه منح المنة، تمام المنة أو تمام المنة، في تخريج حديث كتاب السنة أو ما في تخريج حديث فقه السنة أو ما هو قريب من هذا الاسم. والكتاب موجود، تعقب فيها حديث كثيرة بين ما فيها من المقال. الحاصل أنه كتاب في الجملة لا بأس به، ولكن لا يخلو من نظر في الأحكام التي ذكرها أو في الفتاوى العصرية التي ضمنها إياه، وكذلك في الأحاديث التي ساقها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل فضيلتكم شيخ صالح: هل يشترط لوضع الحنة على الرأس الطهارة أو لا يشترط؟ وهل يمنع الحنة وصول الماء إلى بشرة؟ استعمال المرأة للحنة أمر مطلوب لا بأس به، لأنه من جمالها ولا يشترط أن تضعه على طهارة، وعند الطهارة إذا كان يحجب الماء، يحجب بلل المسح لا يصل إلى الشعر، فإنها تزيل هذا الجرم الكثيف، تزيل الحنة وتمسح على رأسها. أو كذلك الاغتسال، أرادت أن تغتسل من الجنابة أو من الحيض والنفاس، فإنها تبلغ الماء إلى الشعر وتزيل ما يعوقه من الحنة وغيره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل فضيلتكم شيخ صالح فتقول: هل يجوز للصائم أن يستمر في الأكل والشرب حتى ينتهي جميع المؤذنين من أذان الفجر، أو لا بد أن يتقيد بمؤذن واحد؟ جزاكم الله خيرا. الأكل والشرب ينتهي بطلوع الفجر. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا كان المؤذنون يتقيدون بطلوع الفجر فإنه لا يأكل إذا بدأوا بالأذان، لأن أذانهم علامة على طلوع الفجر. إذا كانوا يؤذنون على التوقيت وعلى طلوع الفجر، إما برؤية وإما بعمل بالتقويم المعد لذلك، فإذا بدأوا بالأذان لا يأكل، لأنه حينئذ مظنة طلوع الفجر أو تحقق طلوع الفجر، والاحتياط مطلوب. أما إذا كان من المؤذنين من يبكر ويسبق طلوع الفجر فإن الآكل يأكل، لأنه لم يطلع الفجر بعد، والأذان لا يمنع من الأكل ما دام أنه على أنه سابق لطلوع الفجر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بالليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى،
لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول سالم ربيع علي. الأخ سالم له قضية يقول فيها: أمرت زوجتي بالصلاة مرارا وتكرارا، وعندما أكون متواجدا بالمنزل تصلي، وعندما أغيب عن المنزل يغلب على ظني أنها لا تصلي دون عذر، وعندما غادرت بلدي وسافرت إلى بلاد أخرى أرسلت إليها رسالة أوصيها بالصلاة فيها وضرورة المحافظة عليها، وقلت إن لم تصلي فأنا بريء منك إلى يوم القيامة. وهذه الكلمة نطقت بها ولم يصدقها قلبي. نرجو الإفادة برأيكم في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. أحسنت في حرصك على صلاة زوجتك وأمرها بذلك، إن هذا مما أوجبه الله عليك. الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ولأنها قرينتك وأم أولادك وصاحبتك في البيت، يجب عليك أن تلزمها بالصلاة. الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن تركها فقد كفر، كما جاءت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة. وكذلك كتابتك لها توصيها بالصلاة، هذا أمر طيب منك. وإذا أصرت على ترك الصلاة فلا يجوز لك أن تمسكها، بل يجب عليك مفارقتها لأنها كافر. قال الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فإن حافظت على الصلوات وأدتها الحمد لله، وإن لم تحافظ عليها فإنها لا تجوز لك. وأما الكلمة التي قلتها: إن لم تصلي فأنا بريء منك إلى يوم القيامة، فإن أردت بذلك الطلاق فإنه يكون طلاقا، لأن هذا من الكنايات، من كنايات الطلاق، هو متوقف على النية. إذا كان قصدك بهذه الكلمة الطلاق فإنها تطلق، وإذا كان قصدك من ذلك أنك بريء من عملها وبريء من حالتها هذا لا يعتبر طلاقا. ولكن كما سبق، إذا كانت تصر على ترك الصلاة فإنه يجب عليك أن تطلقها وأن تفارقها. جزاكم الله خيرا. إذا كانت تصلي مرة وتترك مرة شخصا كذلك، الذي يصلي مرة ويترك مرة هذا مثل الذي يترك الجميع. ماذا عن عقد الزواج شخصا؟ إذا تابت هل يلزمه أن يجدد عقد الزواج؟ إذا تركت الصلاة متعمدة فإنها تبين منه، فإنها تبين منه، بمعنى أنها تطلق. فإن تابت في وقت العدة، فإنها ترجع إليه. وإن لم تتب إلا بعد خروج العدة فإنها تبين منه ولا تحل له إلا بعقد جديد إذا تابت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم.